من شهود فتح بيت المقدس اللي انتم راضين تو سبانه في تونس وسبانه راضين بها، بالنسبه لكم مش فارقه معاكم، والله عيب عليكم، قسم بالله كان عيب عليكم. تسمحون في بلادكم تونس بسبي ابي بكر وعمر وعثمان، والله عيب عليكم، والله عار عليكم. تسمحون بتوزيع مطبوعات رسميه في تونس تهاجم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله عار عليكم، عار. سيف الله المسلول، والله ما انكسر سيفه ولا هزم سيفه ومات في بيته. قال شهد ما اعرفش قداش من معركة وليس في بدني شيء إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية برمح، فلا نامت أعين الجبناء. امشوا إيران استعمل في خالد الوليد، كل كلامها في سبان وفي شتمان. غيرة لخالد كما يقول للسفير الإيراني يهز المركز الثقافي بتاعكم شرعا، غيرة لعمر، غيرة لأبي بكر، غيرة لعثمان بن عفان، لأجيال كافحة. حتى رسالة محمد عليه الصلاة والسلام تبقى منتشرة في القلوب وفي العقول. شبيك مهتمين كان بكروشكم؟ علاه مهتمين كان بالضوء بالماء؟ علاش ما يهمكوش صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟